رحت اشتري خوذه، فلقيت الاسعار الخواص غاليه جدا من 1400 وطالع. فاللي كنت عايزها عامله 3000 جنيه، فقلت ليه اجيب واحده ب 3000 جنيه، وانا ممكن اجيب واحده ب 200 جنيه واخليها زي 3000 جنيه. فرحت لعمر وقلت له بقول لك ايه، انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته. قال لي بس كده سيب لي نفسك. مسك الخوذه غيرها 180 درجه حرفيا. تعال نشوف عمر عمل ايه. عمر انت علام، اقسم بالله حبيبي خلوه الخوذه يا جدعان اتحولت مش 180 درجه، ده يا نهار اسود، حاجه بسم الله ما شاء الله. حبيبي